طيب خلينا نذهب الى انفرادنا اللي انفردنا به، المصري بديلا للاهلي في مباراه السوبر المصري السعودي ما بين المصري والهلال في المملكه العربيه السعوديه، السوبر المصري السعودي. كان معانا الاستاذ محمد الخولي، اكد ان الاتصال قالوا من الاستاذ المحترم وصديقنا الجميل المبدع محمد ياسين رئيس منطقه بورسعيد لكره القدم، وان المصري ارسل فاكسا بالموافقه بعد اخذ راي رئيس النادي سمير بيه حلبيه والكابتن الكبير الكابتن حسام حسن. اتصلنا بالكابتن ثروت سويلم، تليفونه كان فصل شحن لاطماع كده دقيقه، نفى انه يكون هذا الموضوع تم. جانا محمد بيه ياسين المحترم لناخذ رايه في كلام ثروت بيه سويلم وعدم معرفه الكابتن عامر حسين بالموضوع واختصاره في دائره محمد ياسين والنادي المصري. استاذ محمد ياسين السلام عليكم. صديقي العزيز والزميل الفاضل عبد الناصر الزرده، مسي عليك ومسي طبعا على ضيوفك كباتن الكبار جدا، الكباتن بتوع انا شخصيا كابتن محمد صدقي حبيبي النجم الكبير، وطبعا وكابتن الجميل ضياء السيد ابو جهينة السيد حبيبي يا كابتن، بس على حضرتك كابتن ضياء ومسي على كابتن حماده طبعا حبيبي على, على, على 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 الحكم الدولي الجميل، صح كده ولا غلط؟ طبعا كابتن ياسر عبد الرؤوف. بمس عليكم جميعا ومبسوط جدا ان انا معاكم الحقيقه، يعني مجرد ما الاعداد قال لي طبعا النجم الكبير عبد الناصر زيدان يا عم الله يخليك، قلت لهم مين؟ قالوا لي فلان وفلان، كنت سعيد جدا هبقى معاكم يعني. استاذ محمد، اتصلنا بسياده اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم، وكان من المفترض يدخل معانا، بنحاول نجيبه بس تليفونه فصل شحن. نفى ان يكون الاتحاد المصري ارسل بشان ان يكون المصري بديلا للزمالك، المعلن اخيرا ان الزمالك بديلا للاهلي، بديلا المعلن اخيرا ان الزمالك بديلا للاهلي وان الزمالك سيخوض مباراه الهلال وسيخوض مباراه الاتحاد. ما جاءنا واكد عليه محمد بن خولي نائب رئيس مجلس اداره النادي المصري ان المصري تلقى اتصالا من حضرتك بصفتك رئيس منطقه الكوره في بورسعيد، وهم ارسلوا فاكس بالموافقه على لعب المباراه ليكونوا بديلا للاهلي ثم الزمالك، والمباراه تكون ما بين المصري والهلال، المصري ثالث الدوري والهلال بطل الدوري السعودي. خليني اقول لحضرتك ان انا لما انا متواجد، عشان مش عشان انزل حد ولا اقلل من حد، انا هقول اللي حصل بالحقيقه بالظبط ومن الممكن يكون، وواضح بعد ما هتكلم مع حضراتكم هيطلع ان من الممكن اللي هو ثروت سويلم، انا فهمت الموضوع بسرعه، اللي ممكن يكون هو عنده حق والاستاذ محمد عنده حق. انا احكي لكم التفاصيل كامله. انا كنت متواجد طبعا مع النادي المصري في الجزائر بالامس، وقبل المباراه جالي تليفون من الراجل المحترم المسؤول الحاج فوزي غانم. طبعا الحاج فوزي غانم مسؤول في اتحاد الكوره، ولكن عشان نكون منصفين ده تليفون بصفتي اللي انا رئيس منطقه الكوره، فقال لي ممكن تخلي النادي المصري يبعت جواب هو بانه على استعداد يشارك في البطوله بطوله السوبر السعودي. الحقيقه طبعا قلت له حاضر اديني بالظبط دقيقتين وارجع لك. بالمصطفى كان جنبي الاستاذ محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، فقلت له ده كان قبل المباراه بساعات يعني، فقلت له حصل كذا 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 كذا، وانا اكيد انت طبعا اكيد هتذكر اتصالاتك. لكن الحقيقه اول حاجه طبعا كان سعاده، طبعا كان سعيد جدا بالمكالمه دي. وبعدين الراجل اتصل تصرف تصرف حكيم جدا، اتصل على الكباتن كابتن ابراهيم حسن كابتن حسام، وكانوا في الغرف بتاعتهم. هي بعد خمس دقائق رد عليه كابتن، قال له احنا موافقين، كابتن حسام موافق. بناء عليه الاستاذ محمد الخولي اجرى اتصال بالاستاذ سمير حلبيه المتواجد في القاهره وجميع اعضاء مجلس الاداره المتواجدين هنا والمتواجدين معاه هناك، كان في اثنين متواجدين، رئيس البعثه الاستاذ احمد عوض مع الاستاذ محمد الخولي والاستاذ احمد الشملة عضو مجلس الاداره. الحقيقه الكل رحب، وبناء عليه بعد خمس دقائق بالظبط او 10 دقائق حتى انا بعدها على طول اتصلت بابراهيم الاستاذ ابراهيم شيخ دكتور النادي، اكد لي ان الخطاب وصل لاتحاد الكوره. ده كل ما تم، وبناء عليه النادي المصري طبعا كان في حاله سعاده جدا ان هو هيشارك. فاعتقد ان انتم من خلال الكلام اللي انا بقوله ده والكباتن اللي موجودين مع حضرتك، وطبعا يعني يبقى لكم طبعا رؤيه افضل مننا.